أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قام مجلس الوزراء بالتصديق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون تم التواصل مع المجتمع المدني واتحاد الصناعات والمستثمرين وأساتذة كلية الحقوق والمستثمرين القانونيين. وعرض وزير الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء ملخصا لمشروع القرار والهدف من هذه التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار، مؤكدا أنه تم الاطلاع على عدة قوانين من مختلف دول العالم. ينص القرار الذي اتخذ بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات أيضا ذات المسؤولية المحدودة، صادرة بالقانون رقم 159 لعام 1981 وقانون الضريبة العامة. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا يسعدنا أن يكون معنا ومعكم وعلى الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور عماد مهنة، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر. دكتور عماد مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. مساء الخير يا فندم. أهلا بك، وفي البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش على الهواء مباشرة. في إطار سعيها نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تعول مصر كثيرا على المؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في 13 من شهر مارس المقبل، ليكون الحدث الاقتصادي الأبرز الذي تشهده مصر منذ أعوام. مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب أقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار، وتم رفعه للرئيس السيسي للتصديق عليه. من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن قانون الاستثمار الجديد منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، لافتا إلى أنه يمثل فرصة مهمة للدولة والمستثمر على حد سواء. وتعد أبرز تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديد هي حماية المستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري، كذلك توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري. كما أعطى القرار الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، هذا بالإضافة إلى براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية حال مرور 120 يوما من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخرج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات. من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي أن إقامة المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب، مشيرا إلى مشاركة المئات من الشركات الأوروبية به. كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن صدور القانون الجديد للاستثمار سيؤثر بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وسيحدد طريقة الاستثمار خلال السنوات المقبلة. نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عماد مهنة، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر. دكتور عماد مساء الخير، وبعد التحية من جديد حقيقة يمكن قبل ما نتكلم على الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد وما الذي يمكن أن يقدمه للمستثمرين، دعنا في البداية نتحدث عن يعني مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ونحن في انتظار انعقاد فعاليات هذا المؤتمر. ربما البعض يتصور أو يتخيل أن الهدف الرئيسي أو الأساسي من هذا المؤتمر هو جمع ربما تبرعات أو مساعدات من بعض الدول، ولكن يعني الهدف الرئيسي والأساسي هو عرض مجموعة من المشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة على المستثمرين المصريين والعرب أو الأجانب. نريد توضيح هذه الجزئية، الهدف الرئيسي من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. أكيد المؤتمر شرم الشيخ طبعا له
أهداف استراتيجية ثلاثة. أولا هو جذب الاستثمارات الأجنبية فيما يخص حوالي 22 مشروع قومي، بالإضافة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بيمثل حوالي 99% من حجم أو من عدد الشركات المسجلة في مصر في القطاع الخاص. ده الهدف الأول. الهدف الثاني له هدف استراتيجي بيركز على بناء شراكات جديدة مع الدول الزائرة ومع الشركات الزائرة، حتى يتم نقل كثير من التكنولوجيا والخبرات من هذه الدول ومن هذه الشركات الكبرى إلى الشركات المحلية. من الناحية الثالثة هو إظهار للعالم أن مصر قادرة على يعني الخروج من عنق الزجاجة، وأن مصر صامدة وتستطيع أن تتغلب على العقبات الاقتصادية. الحقيقة طبعا كان واجه مصر في المرحلة اللي فاتت عدة مشاكل، كان أهمها طبعا ضعف النمو الاقتصادي اللي وصل 2% بعد ما كان قبل كده 7% و6.5. فده المشكلة الأولانية، وهنا طبعا مهم جدا أن يرسل رسالة صريحة للمستثمرين الأجانب، لأن المستثمر لما بيجي يختار دولة بيركز على معدلات النمو الاقتصادي. فهنا احنا بنعطي رسالة للعالم، ويمكن أشار تقرير الحكومة في الربع الأول من هذه السنة أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 6%. فإذا في تحسن في مناخ النمو الاقتصادي. المشكلة الثانية اللي كانت بتواجه مصر هي العجز المزمن في ميزان التجاري، وصل 50 مليار دولار منهم بس 24 مليار دولار مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وده كان أحد أهداف زيارة الرئيس السيسي لهذه الدول. من الناحية الاجتماعية وأحد مطالب الرئيسية للثورة كان مشكلة العدالة الاجتماعية. ما زال هناك بعض المشاكل في العدالة الاجتماعية، ويمكن اللي بيسيء ليها أو بيزيدها هو ارتفاع معدلات البطالة نتيجة ضعف النمو الاقتصادي إلى 13.4%، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الفقر وصلت 26% بتعريف $1. أحد المشاكل الأخرى طبعا اللي محتاجين نحن نزود فرص العمل عشان نقضي على العشوائيات، ويمكن السيد الرئيس أعلن أنه في رصد أكثر من مليار جنيه لتطوير العشوائيات، اللي احنا بنتكلم على 15 مليون مواطن بيقطنوا العشوائيات. دي كانت المشاكل الأساسية بالنسبة للدولة. طبعا تقارير الحكومة بتسرد بعض هذه المشاكل بشكل أكثر تفصيلا، تقرير البنك الدولي، اللقاءات في منتدى ديفوس. طيب دكتور عماد، يعني فيما يخص هذه المشكلات المختلفة، ربما كان للبعض مجموعة من الملاحظات التي تبدو أنها ملاحظات سلبية على أن مناخ الاستثمار في مصر ربما يكون غير جاذب بشكل كبير. إلى أي مدى يعني قانون الاستثمار الجديد قادر على احتواء كل هذه المشكلات والتحديات والعراقيل والمعوقات التي تواجه المستثمر بشكل عام؟ يعني ما هي الملامح العامة ورئيسية لقانون الاستثمار أهم الجزب. وأبرز بنود ونصوصه أيضا؟ بالضبط، هو نرجع للمستثمر. أهم محددات الجذب الاستثمار الأجنبي عوامل سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية. من النواحي السياسية ما زال عندنا خريطة الطريق لم تكتمل، عندنا الاستحقاق الثالث، فده بيعطي بعض التحفظات للمستثمرين الأجانب، لأن الدولة لم يكتمل نظامها السياسي فبيسبب نوع من القلق. لكن النهاردة خروج الرئيس والحكومة لزيارات في الخارج بيرسل رسالة قوية أن مصر رغم عدم استكمال الاستحقاق الثالث حتى الآن، فمصر قادرة على ضمانات كافة حقوق المستثمرين سواء كان شركات أو دول. من النواحي الأمنية طبعا هناك من يحاول عرقلة الدولة وإرسال رسائل سلبية إلى العالم بأن مصر غير قادرة على النهوض باقتصادها والقيادة السياسية غير قادرة على إدارة الدولة. وده هنا برضو بنبدأ نشوف تحركات الحكومة وتحركات وزارة الخارجية، خاصة في إثبات العالم أن المناخ الاستثماري واضح. لما نيجي نبص على تقرير البنك الدولي، هو بيختار 10 معايير لتقييم الدول. مصر كان عندها مشاكل في 5 منهم، ويمكن التقرير صدر بشكل غير رسمي في نوفمبر الماضي وصدر بعد كده في يناير 2015. أهمهم كان عندنا مشكلة الشهر العقاري وطول الإجراءات فيما يخص التسجيل والتقنين بالنسبة للشركات، مشكلة الفساد طبعا رغم وجود 19 جهاز رقابي في مصر ما زالت مصر مصنفة من أعلى دول العالم فسادا، وعندنا طبعا مشكلة النمو الاقتصادي 2%. الشركات بتبدأ تبص كمان على المعدلات أو الدخل بالنسبة للفرد، لأنه ده بيزيد القوة الشرائية بالنسبة للمستهلكين، عشان يجي يستثمر هنا لازم يبقى ضامن المنتج بتاعه يتباع في مصر. ده أولا. الشركات الاستثمارية اللي بتيجي مصر هدفها الأساسي الربح، وبالتالي لازم أنا أكون حذر في نوعية الاستثمارات اللي أنا هجيبها، وبالتالي لازم أكون حذر في العقود اللي ببرمها. ويمكن شفنا أنه كثير من الاتفاقيات الدولية أدت إلى خروج مصر في القضايا في التحكيم الدولي وخسرنا عدد كبير منها.
رجوعا لسؤال حضرتك باختصار شديد، البيئة الاستثمارية في مصر حتى الآن، مصر مصنفة طبقا لتقرير البنك الدولي رقم 112 من 189 دولة، ده في أفضل بيئة للاستثمار. وفي نفس التقرير بيقول إنه مصر عشان بدء بزنس جديد بتحتاج 73 يوم، في حين إن دولة زي نيوزيلندا بتحتاج 24 ساعة، دولة زي سنغافورة بتحتاج 6 أيام. فإحنا محتاجين نشتغل على الوقت، محتاجين نشتغل على الفساد، محتاجين نشتغل على الإجراءات. هنا كان دور الإصلاح التشريعي. يبقى الأول عرفنا إيه المشاكل اللي عندنا، طب إيه حلها إزاي من خلال الإصلاح التشريعي. فصدر هنا قانون الاستثمار الموحد زي ما حضرتك أشارتي إنه تم اعتماده. فإذا هنا ده هيعالج إيه؟ هيعالج أولا الضمانات للمستثمر الأجنبي بأنه لن يتم تأميم الشركات تحت أي ظروف، لأنه طبعا أحد الأخطاء اللي ارتكبها المسؤولين بعد الثورة إنه تم تأميم أو استرجاع عدد كبير من الأراضي والشركات. الفساد حصل في جانب الحكومة لكن المستثمر معاه ورق رسمي، وبالتالي احنا زي ما اشار رئيس مجلس الوزراء السيد محلب قال انه مصر مرفوع عليها 24 قضيه بقيمه 100 مليار دولار. فبرضو احد زيارات السيد الرئيس كانت بتركز على المصالحه السلميه لهذه المشاكل. فيبقى عندي البيئه الاستثماريه محتاج قانون يضمن حقوق المستثمر، يضمن انه تسجيله الاطار القانوني له، بيساوي بين المستثمر المصري والاجنبي، وهنا بيمنع الدولة من التدخل في الأسعار. وهنا سلاح ذو حدين، المستثمر الأجنبي في السوق الحر يهمه أن الدولة لا تتدخل في تقنين الأسعار أو في تسعير المنتجات، لكن أنا كدولة فقيرة ارتفع فيها معدل الفقر 26% بتعريف الدولار و42% بتعريف 2 دولار، أنا محتاج أعتمد أكثر في المرحلة اللي جاية على الاقتصاد المختلط اللي هو بيكون خليط ما بين إدارة الدولة وإدارة القطاع الخاص، وبالتالي عدم دخول الدولة في عملية التسعير قد يضر أو يزيد نسبة الفقر. دي المشكلة اللي موجودة دلوقتي. القانون بشكل عام بيخدم المستثمر الأجنبي والمصري كمان، وزي ما سمعنا في التقرير انه بيساهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي النهارده 65% من حجم العماله. بشكل محدد عن أكيد. المشروعات الصغيره والمتوسطه وسبل دعم هذه المشروعات باعتبارها رافد اساسي من روافد التنميه المستدامه. موضوع المشروعات الصغيرة هو السبيل الوحيد اللي يخلي المواطن نفسه يشعر بالتحسن الاقتصادي، لأنه الاقتصاد لما نيجي هنتكلم على نوعية الأعمال اللي موجودة، الشركات الكبرى لا يشعر بها المواطن لكن يشعر بالشركات الصغيرة اللي هو الكشك اللي فاتحه أو الورشة الصغيرة أو السوبر ماركت الصغير أو الدكان الصغير، ده هنا هيبدأ يشعر به المواطن. فعايزين نقول أنه قانون الاستثمار والمؤتمر الاقتصادي لم يصدر ولم يتم تنظيمه من أجل النخبة الاقتصادية، لأنه اقتصاد مصر 80% من القيمة المضافة في الاقتصاد في إيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودي طبيعة الاقتصاد المصري، بالإضافة لأن احنا عندنا الاقتصاد غير الرسمي. وهنا لما بنيجي نتكلم على الاقتصاد الرسمي اللي هو كل المسجلات بالورقه والقلم، ده عندي فيه مشاكل بترجع لسنه 99، المشاكل دي ما هياش جديده. فاذا النهارده محتاج اركز على القطاع اللي هو بيسمح بنمو الاقتصاد وهو المشروعات الصغيره والمتوسطه، وطبيعه لثقافتنا ونظام سكن المصريين المشروعات الصغيره منتشره جدا، ما عندناش فكره المولات في منتشره في كل انحاء الجمهوريه، عندنا في مناطق معينه. اذا المشروع الصغير النهارده هو قاطره التنميه في المرحلة اللي جاية، وكانت بتعوق التنمية فيها أو نموهم موضوع تمليك الأرض. فإذا النهاردة بعمليات حق الانتفاع ومنح بعض الحوافز غير الضريبية، أعتقد أن المشروعات الصغيرة هتقدر أنها تقود مصر في المرحلة اللي جاية، لأنه هو بيخدم على المشروعات الكبيرة. طيب دكتور عماد، يعني ان شاء الله بعد شهور قليله سيتم بمشيئه الله افتتاح مشروع قانون قناه السويس الجديده، ماذا عن افاق الاستثمار في مشروع قناه السويس الجديده، اهم وابرز المشروعات المرتبطه بقناه السويس؟ وطبعا بالنسبه للجزئيه المرتبطه بقانون الاستثمار، في عندنا قانون تنميه محور قناه السويس، ده قانون صدر، وقانون تنميه سيناء ده قانون منفصل، وعندنا القانون اللي ظهر من أيام قليلة أعلن عنه السيد أشرف العربي وزير التخطيط، وهو قانون الاستثمار في الطاقة اللي بيسمح بخصخصة جزء من محطات التكرير والبدء في مشروعات الطاقة المتجددة، لأنه أحد المشاكل الأساسية اللي بتواجهنا في عمليات التنمية هي الطاقة. بالنسبة لسؤال حضرتك فيما يخص محور قناة السويس، احنا بنتكلم على 22 مشروع في محور قناة السويس، منهم منطقتين حرة، المنطقة الحرة الصينية والمنطقة
المنطقة الروسية، بالإضافة إلى 3000 كيلومتر من الطرق تربط ما بين شرق الدلتا في محافظة الشرقية وسيناء من خلال طرق عرضية. بنتكلم على 6 أنفاق جديدة، منهم 2 لتحمل قطارات. فهنا ربط القارة الإفريقية بالقارة الأسيوية هيساعد في عودة طريق الحرير اللي كنا بنسمع عنه قبل كده، وهنا بالتالي هيكون بجانب إيراد قناة السويس هيبقى عندي خط بري لحركة التجارة بين الشرق والغرب. هذا بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا في منطقة الإسماعيلية وتأسيس جامعة التكنولوجيا في نفس المنطقة. بنتكلم على الحفر دلوقتي في غضون سنة إن شاء الله، ده هيزود إيرادات قناة السويس حاليا من 5.6 مليار دولار إلى ما يقرب حسب الإحصائيات إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2021. فيما يخص العمالة بنتكلم على أكثر من 1 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تحسن في المناخ والهجرة أو تشجيع المواطنين للهجرة إلى الشرق، وده بالنسبة لي بيعتبر عمق استراتيجي لتأسيس يعني مجتمعات عمرانية جديدة، لأنه البوابة الشرقية دائما هي أساس المشاكل الأمنية بالنسبة لمصر. ده باختصار شديد القائم في محور قناة السويس، وده واحد من 22 مشروع هيتم عرضهم في المؤتمر. تمام، اسمح لنا معنا مداخلة ومشاركة هاتفية مع سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير وبعد تحية، كيف تتابع يعني الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وإلى أي مدى يمثل يعني هذا المؤتمر ربما مخرج للعثرة التي تمر بها مصر على المستوى الاقتصادي من خلال طرح المشروعات المختلفة؟ لا يعني كلنا تابعنا الاستعدادات وكلنا سمعنا أخبار، بنطمئن أكثر وأكثر. تمام. إن نحن بصدد إن شاء الله تجربة ناجحة، والحقيقة أن أنا تنبأت من وقت مبكر بالنجاح. لماذا؟ لأن الذي دعا للمؤتمر هو أكبر مستثمر في مصر، وهو الراحل الكريم ملك السعودية الملك عبد الله. وأمس وزير الاستثمار صرح أن السعودية هي أكبر انتقلت لمصاف أكبر مستثمر في مصر على المستوى العالمي، بعد أن كانت مجرد أكبر مستثمر على المستوى العربي فقط. ثم استجاب سمو أمير الكويت بارك الله في عمره وسيحضر بنفسه، والإمارات تشارك في التنظيم بكفاءة وببعض جهاتها التنظيمية. ثم أنا يعني بدأت يومي اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي في مؤتمر أكد فيه إن أوروبا حاضرة في المؤتمر. مستشارة ألمانيا قابلها الرئيس في دافوس، ووفق معلومات أصدقائنا من الألمان في القاهرة إن هذا اللقاء يعني كان له تأثير في الكيمياء فيما بين الزعامتين. نحن محاطون بأصدقاء، ومصر في هذا المؤتمر ومنذ أن بدأنا ندعو إليه نقول رسالة قصيرة مؤداها: مصر لا تدعوهم لأن لديها مشكلة اقتصادية، وإنما مصر تدعوكم لأن لديها فرصة للكسب والاستثمار المشترك، وبالتالي كل من يأتينا لديه أكبر عائد إن شاء الله للاستثمارات، وينبغي أن نفهم هذا كمصريين. يجب أن يكون ترحيبنا بالمستثمر مصري الخارج أو عربي أو أجنبي ترحيب مؤكد، لأن له فائدة كبرى، يشغل أولادنا، يفيدنا في ما. إذا هذا المؤتمر ليس الهدف منه جمع أو تلقي تبرعات أو معونات أو مساعدات، وإنما الهدف الرئيسي منه طرح المشروعات المختلفة على المستثمرين كافة. بالضبط، لأن هو من البداية لما قيل أنه مؤتمر لدعم مصر تغيرت الصياغة، وأصبح العنوان مؤتمر الاستثمار في مصر، لأن مصر لا تعيش على المساعدات. وأريد لكي بكل تواضع أن أقول كل المساعدات اللي دخلت مصر لا تزيد عن 3 أو 4% من تمويل الموازنة المصرية، فهي ليست بالشيء الكبير. أنا عاوز الشبكة الأكبر من السمكة، بمعنى استثمارات وليس مساعدة. نعم سيادة السفير، كما نعلم جميعا أن السياسة والاقتصاد وجهان العملة واحدة، إلى أي مدى ترى أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر له انعكاسات وتداعيات وتبعات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ بالتأكيد في علاقة طبعا، وإحنا لهذا نتكلم عن الاقتصاد السياسي وليس أي اقتصاد. صحيح. وطبعا يثار هنا نقطة أن هل سنحضر المؤتمر
ويكون قانون الاستثمار قد أنجز؟ والسؤال الثاني، هل سيكون مجلس النواب قد ظهرت معالمه؟ طبعا هذا له تأثير وتأثير إيجابي، لكن أنا حتى اقترحت أثناء التنظيم إن حتى ما نتعجلش قانون الاستثمار حتى لا نسلقه زي ما نقول باللغة العربية. أنا أستطيع أذهب للمؤتمر وأقول أنا تعمدت آتي بالمسودة النهائية للمشروع القانون لأعرضها على شركائنا حتى يدلوا برأيهم أيضا. أما مجلس النواب فطبعا مطلوب، لماذا؟ لأن أي جهة ستقرضنا مطلوب جهة تشريعية منتخبة توقع وتصدق على هذا القرض. مجرد أن أعلن أن الانتخابات في الطريق يكفي، مجرد أن أعلن أن القانون في طريقه يكفي. ولكي أطمئن الناس، خطر في بالي أن نهضة اقتصاد مصر اللي بدأت من الوطنية المصرية متمثلة في طلعت حرب وفرغلي وعبود باشا وكل هؤلاء الرجال العظام تمت، ولم يكن هناك قانون للاستثمار في مصر أصلا. أما موضوع الأمن فكان بيني وبين إحدى سفيرات الولايات المتحدة حديث عندما قيل أن هناك 6 حوادث في مصر في 6 شهور، وولاية فلوريدا في 6 شهور كان فيها 18,000 حادثة. فالحوادث تجري في كل مكان في العالم، إنما بالذات نوع الإرهاب الأسود الذي نعانيه الآن سنقطع دابره بوحدة الصف بين أبناء هذا البلد، لأن صار الشعب العادي يضج من هذا العدوان الأسود وهذه الأنفس المريضة التي تقتل الأبرياء دون تفرقة بين شخص وشخص. أشكرك جزيل الشكر سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور عماد، يمكن الرئيس السيسي كان دائما وأبدا ما يثمن ويقدر دور تحديدا الدول العربية التي وقفت بجانب مصر والتي دعمت وسندت مصر بشكل كبير، ومن أبرزها طبعا السعودية والإمارات والكويت والأردن، وكان يثمن يعني هذه المساندة سواء كانت مساندة معنوية أو مساندة مادية، ولكنه في المقابل كان يؤكد أيضا على الرغم أنه يقدر كل هذه المواقف بأن على المصريين أن يعملوا وأن ينتجوا وألا يعتمدوا مدى الحياة على تلقي التبرعات أو المعونات أو المساعدات. إلى أي مدى ترى في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي القادم بمشيئة الله يعني مخرج إلى النور بالنسبة لمصر، وتأكيدا على يعني مقولة الرئيس السيسي بأن علينا أن نعمل وننتج ولا نعتمد على تلقي المعونات. خليني أقول لحضرتك قبل من يعني النقطة اللي حضرتك أشرت ليها وتصريح سيادة السفير، الحقيقة يعني بيعطي رسالة قوية جدا أنه في النهاية لا تتقدم الدول إلا بأبنائها. لما نيجي نبص على المشاكل الاقتصادية زي العجز في الميزان التجاري مثلا، ده كان ناتج عنه أنه حجم الصادرات المصرية إلى هذه الدول أقل بكثير من حجم الواردات. مصر تصدر إلى الصين بما قيمته 700 مليون دولار، في المقابل الصين بتبعت لنا بضائع بقيمة 7.4 مليار دولار. بنفس السياق مع روسيا 8 مليار دولار ومع أمريكا حوالي 8.5 مليار. فإذا النهارده ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ضعف التصدير، وده ناتج عن عدم العمل. فإذا النهارده لما اجي انا عايز ادفع هذه القروض او ادفع المشتريات، لان مصر تستورد 65% من غذائها، فإذا النهارده هذه المدفوعات بتأتي بالعملة الصعبة وبنضطر ان احنا نسحب من الاحتياطي الاجنبي اللي هو نزل من 36 مليار دولار الى 12. فإذا اكيد الرسالة النهارده ان احنا نعمل. المؤتمر زي ما قال سعادة السفير هو عرض للفرص، وهذه الفرص متاحة للمصريين والاجانب، وعلى المصريين النهارده ان هم يبدأوا يعملوا، لانه النهارده احنا وصلنا مرحلة أن المسؤولية أصبحت مشترك. لا يمكن الاعتماد على الحكومة بأن هي اللي بتخطط وهي اللي بتقرر، وإحنا لا ننزل انتخابات ولا نشتغل، أنا بروح مقتنع بالمرتب اللي أنا باخده. النهاردة كلنا لازم نشارك. التقشف اللي بدأت الدولة فيه ويمكن جزء كبير منه كان رفع سعر الوقود، لأنه أنا محتاج أخفض النفقات، أنا عندي عجز مزمن في الموازنة العامة بقاله 15 سنة تقريبا على 12%. فالنهاردة لابد أن إحنا نعيد هيكلة الاقتصاد المصري، ودي كانت أحد مطالب البنك الدولي عشان مصر تفوق، لان احنا بنتكلم على 241 مليار عجز في اول 6 شهور، وصلنا 132 مليار. لما اقول لحضرتك حجم الجهاز الاداري اللي موجود في مصر 6.5 مليون بتكلفه 209 مليار جنيه، ده
يعني اكبر من او 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 يقارب العجز الحالي. يبقى اذن النهارده الجهاز الاداري لازم يعمل في صالح البلد بتخطيط استباقي طويل المدى، وكل واحد فينا يعمل في مكانه. واهم حاجه الاستحقاق الثالث لابد ان يكتمل زي ما قال سعاده السفير، لانه بيرسل رساله بالضبط قويه الى العالم بان مصر مستقره سياسيا واقتصاديا. طيب ماذا عن القطاع المصرفي ودوره في دعم ثقه المستثمرين والحفاظ على سوق الصرف؟ الحقيقه احد الاسباب الرئيسيه اللي خلت مشاكل مصر دايما لم نجد لها حل نهائي، جزء منها كان عدم تحمل البنوك المصرية للمسؤولية. يمكن أشار البنك الدولي إلى ضعف الجهاز المصرفي في مصر وعدم قدرته على إدارة الدولة من النواحي النقدية وتطبيق السياسة النقدية المطلوبة كما هو مفروض، وده أدى في النهاية إلى ذبذبة كبيرة في عمليات تجارة العملة ودخول السوق السوداء. ففي إعادة هيكلة مطلوبة في القطاع المصرفي، والحقيقة دي كانت زي ما قلت حضرتك أحد المشاكل اللي أشار لها البنك الدولي. محتاجين كثير من الاستثمارات من البنوك في المرحلة اللي جاية، وطبعا موضوع القروض حتى للمشروع القطاع الخاص ده مهم جدا، لأنه أول تشريع صدر في مصر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان في سنة 2005، ومشروع بقرار من السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق كان ده أول تشريع. بدأ بعد كده تأسيس مركز الشرق الأوسط لتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في سنة 2008. الفكره هنا ان احنا متاخرين جدا في التعامل. لما تيجي حضرتك تبص على الاحصائيات، احنا بنتكلم على 46% من حجم المشروعات الصغيره اللي هي بتمثل 99% من شركات مصر لا يتعامل مع البنك وعنده مشاكل تمويل. فده كله لازم يرجع الى اعاده هيكله في القطاع البنكي فيما يخص سياسات الاقراض، لانه عمليات التمويل مهمه جدا في النمو الاقتصادي، خاصه اننا في دوله عندها تعثر مالي وتعثر اقتصادي. فمحتاجين عشان ننمي المشروعات الصغيره لابد من عمليه الاقراض، ويمكن جزء كبير من المعونات بيروح في هذا الاتجاه. فنتمنى انه يتم اعاده هيكله وتكون القروض بشكل اسهل وايسر حتى نساهم في عمل الشباب، لانه النهارده انا عاوز اقضي تماما على العمل في الحكومه واتجه الى العمل الخاص. الى اي مدى نحن على الطريق الصحيح فيما يخص معدلات النمو؟ معدلات النمو زي ما قلت حضرتك هي كانت بتتراوح ما بين 2 لـ 2.1. البنك الدولي في تقريره قال ان مصر استكملت 90% من اجراءات اعاده الهيكله. في الربع الاولاني من السنه كان وصل معدلات النمو الى 6%، لكن دي في الغالب بنعتبرها قفزه لا يمكن القياس عليها، لكن مؤشر قوي انه احنا بنتعافى. اعتقد بقانون الاستثمار الجديد، باعاده هيكله، بالتغييرات اللي حاصله في الحكومه، باستكمالات خريطه الطريق، اعتقد انه ده بيدي ثقه، لانه كثير من المشاكل الاقتصاديه بتكون مبنيه على مشاكل عايزين نقول سنتمنتال او عاطفيه. لانه النهارده لما بدي ثقه للمستثمر بيبدا يستثمر، لما بدي ثقه للمواطن، النهارده المواطن حضرتك يعني لا يمكن ان نغفل ان المصريين جمعوا 9 مليار دولار في 7 ايام لتمويل محطه قناه السويس. ده ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان هو وثق في القياده السياسيه. طب الفلوس دي كانت موجوده، يبقى اذا النهارده الثقه في القياده السياسيه والثقه في الحكومه هتحرك كتير. ونفس المبدا ينطبق على المستثمر الاجنبي، انا محتاج اديله ثقه في النظام السياسي، في النظام التشريعي زي ما سعاده السفير قال، وفي النظام القضائي، لان ده مهم جدا. وفي النهايه بوفر له البيئه المناسبه وبيجي يستثمر. اخر نقطه في موضوع الاستثمار، لابد ان ننتقي نوعيات الاستثمار، لانه انا لما هجيب صناعات استهلاكيه زي العصير والشوكولاته، بالنسبه لي دي صناعات استهلاكيه، كل اللي انا هستفيده منه انه بيدفع الضرايب ومرتبات العاملين، وبعد كده هذه الاموال ما بقدرش استفيد، بالعكس ده انا يمكن المرتبات اللي بدفعها للموظفين هيزيد عندي استهلاك الشوكولاته مثلا او استهلاك المشروبات. انا محتاج صناعات كثيفة العمالة وصناعات كثيفة، عشان في النهاية رقم واحد أرفع شعار صنع في مصر، رقم اتنين إن صناعات عندي تبدأ تشغل إنتاج. أنا عايز مصانع مكن، عاوز سيارات، عايز سفن، عايز قطارات. تمام. طيب دكتور عماد، أكيد حضرتك تابعت التعديلات وتغييرات الوزارية الجديدة، كيف تقيمها وكيف تتابعها بشكل عام، وإلى أي مدى ضخ دماء جديدة في الوزارات المصرية المختلفة يساهم بشكل أو بآخر في دعم الاقتصاد المصري، وإلى أي مدى أيضا في المقابل كثرة الوزارات في مصر يمثل عبئا حقيقيا وثقيلا على الاقتصاد المصري؟ طبعا خلينا نرجع لثورة 25 يناير، وهي سبب الحديث اللي احنا بنتكلم فيه، لأنه
ثورة 25 يناير غيرت كل محاور الحقيقة والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام إلى آخره. أعتقد أنه محتاجين أكتر دخل دماء جديدة، لأنه لا يمكن اتهام الشباب بأنهم أقل خبرة. الشباب لديه ثقافة قد تفوق ثقافات في أجيال أخرى لكنها بشكل مختلف. النهاردة ضخ دماء جديدة، أعتقد أن ده هيساهم بشكل أفضل بأفكار جديدة. محتاجين ناس أجرأ على اتخاذ القرار ولكن بدراسة، أجرأ ولكن بدراسة. فأعتقد أنه ده تحقق في كثير من التغييرات الوزارية. من ناحية سؤال حضرتك فيما يخص زيادة عدد الوزارات، أعتقد دلوقتي احنا وصلنا 37 وزارة. من ناحية التخطيط والإدارة العامة، كثرة الوزارات يزيد من البيروقراطية، والجزء الثاني بيزيد من الإجراءات. بمعنى أنه لما يكون أنا النهاردة مثلا هعمل مشروع ومحتاج مثلا 5 تراخيص هيطلعوا من 5 وزارات، ممكن تاخدني شهر، لكن لو ال5 وزارات دول عبارة عن 5 إدارات في وزارة واحدة هتبقى بالنسبة لي أسرع. فأحد المقترحات التعليم، فصل التعليم العادي اللي هو المدارس ما قبل الجامعي والفني والعالي والبحث العلمي بيقطع الصلة بينهم. النهاردة أنا محتاج أطور الطالب في التعليم ما قبل الجامعي اللي هو في المدرسة عشان يبقى عنده قدرة على البحث العلمي والتفكير والابتكار عشان أأهله للجامعة البحث العلمي. فإذا كنت أنا أعملهم في وزارتين، إذا كل واحدة لها سياسة ولها ميزانية. هنا بتلاقي حضرتك أن الربط ما بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي هناك فجوة. وضعهم في وزارة واحدة كان أفضل بكثير، وضم التعليم الفني معها. بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، بنتكلم في حدود 12 وزارة. فيعني ده يعني خارج الموضوع، لكن رجوعا لسؤال حضرتك، ضخ دماء جديدة بأفكار جديدة، أعتقد أنه ده له دور مهم جدا، ومشاركة الشعب، لأنه إحنا محتاجين نقضي تماما على السلبية، وأنه يبقى في فوارق طبقية في طبقة معينة بيتم الاختيار منها. زي ما بنقول كده نفس الرف، محتاجين أن احنا نغير ونجيب وجوه جديدة. تمام. طب دكتور عماد، أخيرا ما هي الحصيلة المتوقعة للاستثمار من يعني هذا المؤتمر الاقتصادي العالمي؟ نعلم أن هناك ربما عدد كبير جدا من المشروعات، سواء مشروعات زراعية أو مشروعات مرتبطة بالسياحة أو بالطاقة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة وخلافه. هل هناك مشروعات بعينها تكون أكثر جذبا للمستثمرين عن غيرها، أم أن كل مستثمر يكون له يعني متطلباته أو المعايير الذي يبحث عنه في مشروعات بعينها؟ أكيد. هو طبعا من ناحية المستثمر بيبقى فيه معايير معينة بيقيس عليها، زي ما قلت حضرتك، استقرار سعر الصرف، النمو الاقتصادي، مستوى الدخل، البيئة الاستثمارية، البيئة القضائية. لكن بكل صراحة بقول أن القطاع الزراعي هو أساس نهضة مصر في الماضي، ويتحدث عن ذلك التاريخ. نحن دولة زراعية صناعية وليس العكس. فالنهاردة حضرتك بتتكلمي على 5300 شركة في القطاع الزراعي بكامل استثمارات حوالي 38.5 مليار. النهاردة حجم الناتج المحلي لمصر كلها، الزراعة بتساهم بحوالي 15%، وبتساهم بمقدار 20% من التصدير. محتاج أزود ده، وعندنا طبعا مشكلة القطن، 2 مليون انطار ما تبعوش من 2013. فإحنا محتاجين نركز على المشروعات اللي إحنا محتاجينها مش المستثمر عاوزها، لأنه هنا في اختلافات في الأهداف واختلافات في النوايا. هو يهدف إلى الربح وأنا أهدف إلى نوعية معينة، هو له احتياجات والمجتمع المصري له احتياجات. فأنا محتاج هنا التوافق. إذا كان مشروعه يهدف إلى الربح وهيجي بمنتج هيلبي لي حاجة، يبقى هو ده بالنسبة لي. لكن الخروج إلى الدول الغنية وإن احنا نسأل على استثمارات ويجي في النهاية يجيب لي صناعات استهلاكية، لن يفيد الاقتصاد المصري على الإطلاق، بل بالعكس أنا هزود العادات الاستهلاكية. ونتمنى مع التغييرات الوزارية، القيادة السياسية بدأت فيها بالفعل إعادة هيكلة الجهاز الإداري، ونتكلم على 3 محاور أساسية. عارف أنا عشان ما أطولش، هي جزئية المؤسسات، إعادة هيكلة المؤسسات وتقريبها، عشان زيادة على المؤسسات يزيد من البيروقراطية. ثانيا البشر والمراقبة الشديدة على الفساد الإداري والمالي، وأخيرا موضوع التشريعات.
أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر، شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة يا فندم. ومشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ولكن ننوه بأن متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم بشكل يومي عن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي العالمي، ونحن في انتظار انعقاد فعاليات هذا المؤتمر بطبيعة الأحوال، ونتمنى أن تخرج مصر من عثرتها الاقتصادية. ونؤكد بأن هذا المؤتمر هو طرح مجموعة من المشروعات المختلفة على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وليس مؤتمر هدفه جمع التبرعات أو المعونات أو المساعدات المختلفة. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء جديد.